وجدت سوريا لتنهض بجهود أبنائها وبفعلهم الحضاري داخل الوطن وخارجه. وبهذه الكلمات ترجمت الجمعية المدنية السورية أهداف الأساسية منذ تأسيسها من أجل تشكيل قوة اجتماعية فكرية مؤثرة بالمجتمع. أكيد أريج، ومن أهم أهدافها أيضا تعزيز مفهوم مدنية سوريا لتكون بمثابة الجسر بين المجتمع والدولة من أجل بناء مجتمع سوري متماسك لانتمائه للوطن قبل أي انتماء آخر. لنسلط الضوء على الجمعية وأهدافها ونشاطاتها. معنا بالاستديو مؤسسة الجمعية السورية المدنية الدكتورة روبا ميرزا. يسعد صباحك. يعني ميت هلا، صباح الخير. سهلا فيك دكتورة. هلا. بالبداية رح نحكي عن آخر فعالية قامت فيها الجمعية برعاية وزارة الثقافة، وهي محطات فنية على الحرب اللي عم تمر فيها سوريا. نحكي شوي عن التحضيرات لهالفعالية وأهم أهدافها. بحب أقول نحن اسم جمعيتنا جمعية سوريا المدنية لتثبيت مدنية سوريا. الاحتفالية اللي صارت أو الفعالية، ما بحب سميها احتفالية، هو عمل وليس احتفال. العمل كان ضمن أيام دمشق للإبداع الفني. أيام دمشق للإبداع الفني هي عبارة عن فكرة أطلقتها جمعيتنا من العام الماضي، وهالفكرة تحولت ل فيني سميه مهرجان سنوي، عمل سنوي سيقام في كل عام ب 29/11 ضمن أيام دمشق للإبداع الفني. العام الماضي ركزنا على المرأة السورية. أيام دمشق للإبداع الفني هدفه حمل رسالة مجتمعية عبر الفن، لإيصال رسالتنا عبر الفن. ليه اخترنا الفن؟ اخترنا الفن لأن الفن قادر على دخول كل بيت. صحيح. فبالتالي ممكن هيك نوصل لكل المجتمع بكل المحافظات السورية، إذا ما حصلنا نوصل له جسدياً فممكن نوصل له عبر التلفزيون عبر الفن. العام الماضي بلشنا بإظهار دور المرأة السورية الحقيقي عبر مسلسل حرائر، وبالتالي أظهرنا الصورة الحقيقية للمرأة عبر نازك العابد وماري العجمي. السنة بحثنا شو هي الصورة الأنسب اللي ممكن أنه نوصلها لمجتمعنا السوري. دورنا بعبر كل الفن اللي عرض خلال العام، لقينا أنسب شيء هو تسليط الضوء على الإرهاب. توجهنا لعند الأستاذ نجدة أنزور اللي هو فعلا مشكور، الشخص الأكثر تطرقا للإرهاب ما قبل الأزمة. صحيح. وما بعد الأزمة له أكثر من 10 سنوات. له أكثر من 6 سنوات فينا نقول ركزنا، له أكثر من 10 سنوات لكن نحن ركزنا أكثر من 6 سنوات. أخذنا من حور العين وما ملكت أيمانكم اللي عرض قبل الأزمة مباشرة، ودخلنا بالإرهاب خلال الأزمة. اشتغلنا على شيء اسمه مجموعة من أعماله نعرف من خلال الإرهاب، في لغط دولي ومحلي حول الإرهاب. لحد الآن هذا اللغط عم يتناول ما هو الإرهاب، هل هن جماعات معارضة معتدلة أم غير معتدلة ويبحث فيها كل العالم. لا، الإرهاب معرف ومعروف. صحيح. هو كل من يحمل السلاح في وجه الدولة السورية ووجه المجتمع. نعم. كل من يريد أن يهدم مجتمعنا. بالتالي اشتغلنا حوالي صلنا 4 أشهر، عملنا حضرنا مقتطفات طبعا مع الأستاذ نجدة باسمه الكبير. صار في عنا برومو عبارة عن 13 دقيقة ونصف هن تعريف حقيقي عن الإرهاب عبر التمويل، عبر التربية، عبر التعليم، عبر الدول، ترهيب الإرهاب الدولي، عبر مد المادة، وأيضا عبر التشويه الإعلامي. كان هالبرومو هو منطلقنا لأيام دمشق للإبداع الفني عبر محطات فنية في الحرب على الإرهاب. وبالتالي كان عنواننا السنة محطات فنية بالإرهاب على الإرهاب. تماما. طيب دكتورة روبا، خلينا نحكي فعليا قديش قادرين من خلال هي المحطات الفنية يمكن اللي ركزنا الضوء عليها ننقل الصورة الحقيقية والواقع الحقيقي. لهلأ مثل ما قلتي كلمة ونقطة كتير مهمة، مفهوم الإرهاب مغلوط جدا، يعني من دولة لدولة حتى بالمحافل الدولية أساسا
ما بتعرفي كيف بيتم تعريف الإرهاب من قبلهم. تمام، نحن تطرقنا لهي الفكرة السنة لأنه في تشويه للحقائق، تشويه الحقائق اللي عم تمس بلادنا فعلا، وبالتالي قلنا أنه حتى أمام الجميع الفن صادق، الفن عم ينعرض عبر الشاشات، الفن قادر على الدخول إلى كل فكر وإلى كل بيت، وكمان موثق يعني اللي تم عبر ما ملكت مسا أيمانكم عبر حور العين، وشاهدنا كيف واحد عم بيقول لا هذا ما نو إرهاب، هذا قتال أو هذا جهاد. كمان ثبتنا عبر ملك الرمال اللي عرض كيف في دعم دولي وفكر وهابي عم يدخل، إما عبر بعض المغرر فيهم فينا نقول عبر الشباب المقتنعين بهي الفكرة، عبر التعليم الخاطئ ببعض الأحيان، التعليم الخاطئ وتعزيز مفهوم الإسلام المغلوط وتشويهه. تمام، تشويه حقائق دينية واضحة كانت عبر ناس مهنة من بلادنا اجوا من برا ومارسوا الإرهاب على بلادنا، فلقينا أنسب فكرة لنوصلها. هلأ أكيد نحن مانا قادرين على إيصال 100% هاي الفكرة لبرا دولياً، لكن علينا جهد لازم نقوم فيه. ممكن نوصلها، خليني أقول لك، محلياً ممكن نوصلها عبر فن نجدة أنزور عبر الوطن العربي، لأنه فنه منتشر في الوطن العربي، ممكن يكون فنه حتى عالمي، بالإضافة أنه أستاذ نجدة مشكور قدم شيء بنهاية فعاليتنا وكانت هدية منه لجمهوره ولجمعيتنا عبر سنوات ظلم، أظهر فيها كيف أنه الإرهاب امتد عبر 100 عام سبق، فأظهر كيف أنه الاستعمار، الوجه الآخر للإرهاب هو الاستعمار اللي غزى هذا الإرهاب، الاستعمار عبر الظلم اللي مارسه على شعوب المنطقة أدى لما أدى إليه من تطرف. قدم فيلم حول ليبيا، لكن هو ما بيقصد فيها ليبيا، بيقصد فيها كل استعمار مس بلادنا. ظهر حتى عبر البرومو كيف إسرائيل من خلال إرهابها أدى إلى تطرف ما. هالفيلم أظهر كيف التمويل الدولي منع عرضه لأنه ما بده يظهر هاي الحقائق على الأرض، وكيف هذا الظلم اللي أدى بالشباب إنه ما عاد عندهم خيار أدى إلى تطرف ما. فكمان هذا دعم فكرتنا في الحرب على الإرهاب. يعني محطات كثيرة ومهمة بتوضيح الصورة الحقيقية للإرهاب، ولكن دكتورة روبا قديش يعني هالمنتج الثقافي وطرحه اليوم هو ناتج عن حصيلة وعي يعني الشباب السوري، وعي السوريين بطبيعة الحرب اللي عم يمروا فيها؟ صدقيني بدي أقول لك في وعي أنا عم لاقيه ما عم يتناقص بالأزمة السورية أو بالحرب على سوريا، أنا عم رأي الوعي عم يزداد في الحرب على سوريا. بالعكس، يمكن أول سنتين كنا عم نلاحظ أنه الوعي مشتت فيني أقول لك ما بين الشباب وما بين المجتمع، الأمهات، التعليم، الأسرة، لكن بعد بال2016 أنا عم لاقي إنه الوعي عم يتكشف، عم يظهر أكثر. يلي ما عرف الحقائق حالياً عرفها، حتى من شعبنا ودولياً، يعني من الشعب السوري، من الشباب السوري، كان عنا حضور شباب هائل إذا كنتوا معنا، شباب جامعي، حتى جبنا أعمار أصغر ثانوية، كانت الوعي كبير جداً. الشعب تكشف عنده أنه فعلاً هذا ما هو شيء لا من الدين ولا من العقيدة، هذا عبارة عن تدخل دولي وإرهاب دولي يمارس على بلادنا. إرهاب دولي وما هو وليد اللحظة، يعني ما هو وليد اللحظة تماماً، تم تعزيزه يمكن وترسيخ هي الفكرة، تم تعزيزه من عام 1911 مثل ما أشرنا إليه بالفعالية، ومثل ما قدم لنا أستاذ نجدة من بداية القرن تم تعزيزه بالظلم اللي مارس، اللي خلى الشعب ما يتطور ما يتقدم. حتى بتلاقي أنه لاحظوا أنه الاستعمار، أو لاحظنا عبر الفيلم الاستعمار، كل ما هاد الشعب حاول ينمو يعطي فكر، يعطي شيء، حاول
تحطيمه ونفيه وقتل الفكر فيه. تمام. فما بيكون أمامه خيار إلا ممارسة الإرهاب الذي يمارس عليه أصلاً. هي نقطة كمان نوعاً ما مهمة. خلينا نحكي بعض محطات فنية عن الحرب في سوريا، والعام الماضي تكلمتم عن المرأة السورية. شو اللي بتتمنوا أنه يمكن في العام المقبل يكون نقطة أساسية؟ نقطة أساسية، بدأنا بأيام دمشق الإبداع الفني مع المرأة السورية، وكان في هجوم فظيع خلال العام الماضي. المرأة السورية، وأين هي المرأة السورية، والتشويه لصورة المرأة سواء عبر الفن اللي كان نوعا ما فينا نقول متدني. نحن نبحث عن الفن الراقي وعن الفن السوري، فبالتالي أخذنا أرقى ما عرض في العام الماضي، وحاليا أخذنا أرقى ما عرض في العام الحاضر. هدفنا نبحث عن الفن السوري الذي يحمل رسالة، يعني لن نأخذ أي عمل ما في رسالة. في أي رسالة مجتمعية ممكن توصل عبر أي فن، سواء تلفزيوني، سواء فن تشكيلي، سواء عبر الإضاءة، عبر الموسيقى، ركزنا عليه عبر الكتابة والكتاب. بالتالي نحن كرمنا الكتاب، كرمنا الموسيقيين، كرمنا الإضاءة، الفن، فن التشكيلي. وبالعام الماضي، العام القادم نتمنى يكون عندنا شي عمل كمان يعطي قيمة مضافة للمجتمع السوري. يمكن كمان بالفترة الأخيرة عبر أفلام الأستاذ نجدة أنزور عم نشوف في ملامسة للواقع عبر التوثيق. يعني بفيلمه الأخير رد القضاء كان في توثيق لانتصارات قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري للبطولة الأسطورية يلي حقق سجن حلب المركزي. قديش ممكن كمان هالموضوع يكون له تأثير برسالة معينة؟ توثيقي كان، حتى التوثيق اللي كان بده يقول لا هاي القصص ملفقة أو الكاتبة عم تخترع قصص. أستاذ نجدة، ما بعرف إذا أنتوا كنتوا بالافتتاح، جاب الشهيد الحي، فكان موجود معنا وقصته موجودة معنا، وهذا كان له تأثير جماهيري، له تأثير إنه ما في مجال إنك تكذبي، الإنسان موجود، القصة موجودة. بالتالي كل أعمال كانت موثقة، يعني اللي أخذناها كلها، حتى إذا لاحظتي البرومو أخذنا كل الأعمال اللي فيها توثيق للحدث، وليست أعمال درامية مكتوبة من خيال ما. ويمكن دكتورة قد ما حاولتي توصلي الصورة الحقيقية ما بتقدري توصليها مثل ما هي موجودة على أرض الواقع. انتصارات رجال الجيش العربي السوري، الصورة الحقيقية للمرأة السورية حتى من خلال الفيلم، هي أم البطل، هي اللي ربت ابنها على حب الوطن، هي اللي ضحت بروحها من أجل أن تبقى تراب سوريا طاهرة. فأكيد كان دورها فظيع، هي اللي ربت، وهي قالت له ما بدي اياك تستشهد بسجن حلب، وهي أعدمت بقلعة الحصن. برجع بقلك مهما وصلت رسالتنا، الظلم اللي وجد واللي عانى منه شعبنا، سواء من قتل، سواء من تدمير، سواء من محاولة قتل للجيش، تدميره، إنهاء بطولاته، الجيش بيّن أنه هو أقوى، دخل الجيش على سجن حلب. ما فينا نقول نهينا بهذا العمل، الانتصار لسه بده وقت، الانتصار أمامه عمل كبير من الجيش أولا، من المجتمع، من كل فرد عايش على الأرض السورية. لسه قدامنا عمل كتير كبير لنعمله، لكن عنا ثقة بصمودنا، نحن منتصرين لأنه معنا الحق، وقلنا الحق لا يفنى، الحق يجب أن يأخذ مساره على الأرض السورية أولاً. حروب عالمية تمارس على أرضنا، لكن نحن منتصرين. وأنا بالبداية قلت ما بعرف إذا كنتوا معنا، الحق لا يفنى ولا يتبدد. صحيح. كمان في صبية طلعت قالت أنه مهما كان ميثاق الأمم المتحدة يبحث في حرية الشعوب وحق تقرير المصير، ما زال إلى اليوم يندد، يعني يندد تماما. خلي الأمم المتحدة تجي تشوف شو عم بيصير على أرضنا فعلا، شو الشعوب عم بتعاني. إسرائيل بيوميتها نفسها كان في إلى هجوم
على جيشنا الصامت، فبدنا نبقى عم نشتغل ونظهر رسالتنا الحقيقية. أكيد هاد دورنا، نحن نتمنى لكم كل التوفيق بهالرسالة اللي حاملينها وحابين أكيد تنشروها. شكرا كتير لإلك مدام روبا، شكرا على تغطيتكم. منحب دايما تبقوا معنا، منحب نكون دايما بشغل مشترك مع بعضنا. رسالتنا لازم توصل أكيد للعالم كله. أكيد الكاميرا الإخبارية سوريا رح تكون دايما متواجدة معكم. شكرا لك دكتورة، شكرا لكم، شكرا لكل أفراد الجمعية، تحية لكم. شكرا لكم.